دانجو ساخن دانجو دانجو ساخن دانجو دانجو اخل بابك. إذا ليش انت ما تزوجي قول لي؟ ها اسمع انت الكلام اسمع انت. انا اتزوجها وعندي حرمتين مو تبغى تسوي لي مشاكل تاخذ لي وحده عسو وضرب نعي من البيت كل يوم. ابو يزيد زيد الثلاث وخليها الرابعه هي. باغي اعرف مين اللي توافقين عليه؟ وما انت تعرفين وانا عارفه ان الزواج شرع ودين، لكن حسن الاختيار بعد ما افكر وادبر. مو بايت يا ولا مو بايت تو مسويني؟ يلا يلا اعطيني مو في كم تريد بمية؟ 500 يا اخي خذ بمية بخمسة اقول لك انت مالك بخيل كذا دوب بخمسين اي احنا دوب ما تخالطني. لا 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 هذا بخمسين. ايش تقول ايش تقول؟ اقول ما تدري من بيزورهم اليوم يخطبها. ما عرفت جديد من الحلة ما من بعيد. هي تربى عندنا هنا في الحلة يعني عايش هنا؟ اي نعم ويخدم كل اهل الحارة. وين اسمه وين بيشتغل؟ قول قول. عرفت ايش صار لي في الحارة؟ لا والله ما عرفت ايش صار. وين صارت رفلة كبيرة وصراخ تهديد. متى صار الشيء هذا وليش؟ تعرفين خلفان؟ خلفان ابي عدنقو؟ ايه عارفة ايش فيه؟ كان جالس بالقهوة مع سحلوف وما ادري شنو قاله. قام سحلوف يصرخ بياع دنقو بيتزوج بياع دنقو بيتزوج. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. هذه وقف قدامي فجأة ودعمنا ببعض يعني. لا بس الحمد لله. أنا ما كان عندي لا في أي حاجة. صاحب التاكسي كان قدامي وضرب بريك فضربت أنا. بس الحادث بريك ما في أي حاجة يا أخي. لا أنا ما أتنازل يا أخي. أنا إنسان عندي أعمال وهذا عطلتني أنا ما أقدر أتعطل. أنت بعد يعني إحنا ما تعطلنا ولا كيف؟ لا أنا ما أقدر أنا لازم تروح. كل واحد إيش رأيك يصلح سيارته؟ زين أبا ما جاوبتنا. على إيش؟ على السؤال. احنا شاء الله خلينا ناكل لقمتين ونتوكل على الله. لا تقول لقمتين الله يعطيك صحة والعافية. شوي على الوالد عم تحسده. أوبا قل لي من وين جايب السمك هذا؟ تو انت يعني جاي تاخذ منه معلومات؟ من قال لك؟ قال لي الأخ ناصر. يعني بس في الحقيقة انتوا اخوة واصدقاء. الله يسلمك ويعزك. اهلا وسهلا. ما علينا ايش تشرب شاهي ولا قهوه ولا بارد؟ تفضل. والله انا سمعت يقولون الشاي هذا القهوه مشهور جدا.